في تخرج من هو طيب بوريده يشهد بطيبه من القصي وداني جابها الطيارة ما هي به جديدة دايما الأول وما يرضى بثاني ابتدى الشاعر بمبداه القصيدة باسم ذربين الفعول الشعر زاني غالبا هادي مواقفهم عديدة والنعم يا حيهم طول زماني بعدها خصوب الأبيات الفريدة لجل منه للمواقف السماني يتخرج أعلنوا موعد رسيدة وعمت الفرحة وبان السعد باني في تخرج من هو الطيب بوريدة يشهد بطيبة من القصي وداني يشهد بطيبة من القصي وداني جابها الطيار موهبة جديدة دايما الأول وما يرضى بثانيه عبد الهادي ونعم الوليدة راعي الطلات يا طيب المجاني راعي الطلات يا طيب المجاني ابن سعيد وعسس لنا مديدة راعي الأفعال في علم بياني هذا ابوه اليا وقف كل شي يبيده بعد ربي لا فزع كل شي هاني بعد ربي لا فزع كل شي هاني قبلها اللي تشهد بفعلة بديدة جدها اللي دوم مكرم كل عام محسن بصيت البشر دايم شهيدة الشجاع اللي ليا حنت يباني والعمام اللي مواقفهم وكيد والخوال الطيب بلقى شجعان شهوان وفعايلهم مجيد كلني شوف الفعل شوف العيان وانت عبد الهادي دروبك سديدة فعل ربي وفقك طول الزمان والخوال الطيب بلقى شجعان اي خوالك للمواقف الشديدة دايما بصيت وتزال المعاني من قبيلة فخر ومجد تليدة على شهوان الكرم جهر وعلاني على شهوان الكرم جهر وعلاني يا لشهوان وفعايلهم مجيد كلني شوف الفعل شوف العيان وانت عبد الهادي دروبك سديدة فعل ربي وفقك طول الزمان ايه